الفرح رفت سرايا وبنت بريس الظفره العود خب العطايا الله سوايا وضو مدينه زايد قصود دار الكرام واهل العطايا ضيف الكريم المد والجود واستبشر بغر الهدايا في محفل يزهب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام ارحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط التاسع للابكار الحقائق. على بركة الله اعلنت الانطلاقة، بدأ هذا التحدي مباشرة مع الصدارة لأتابع مقدمة الشوط والمركز الأول من تحتل الصدارة في هذه اللحظات جبارة خالد بن حسين بن طالب بن حسين المنصوري يقدم لنا شعار بينما الدور دور المركز الثاني لأتابع زود محمد بن عوض بن زيتون المهيري قادم بكل قوة. المركز الثالث القادمة والحاضرة أتابع في هذه اللحظات القدوم والحضور اللي حضرت اللي وصلت في هذه اللحظات شواهين محمد بن سعيد بن سالم بن سلمة المنصوري هو القادم يقدم لنا شعار المركز الرابع القادمة والحاضرة أتابع انطلاقته وحضور مزنة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري هو القادم بينما المركز الخامس الحاضرة والقادمة أتابع اليازي حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي. هكذا هو النداء الأول يا من تتابع. أعود إلى الصدارة إلى الزود من تحتل الصدارة محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري ينطلق بشعاره يقدم لنا الزود بينما القادمة والحاضرة أتابع في هذه اللحظات اللي وصلت اللي حضرت مزنة هي القادمة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا شعاره والقدوم والحضور تابع غارة هي القادمة سعيد بن محمد بن صباح العفاري يقدم لنا شعاره والقدوم أحضرت الشعارات أحضرت الأسماء ربشة هي القادمة علي بن سهيل بن روس العمري لتبدأ المعركة في هذه اللحظات. أعود إلى الصدارة أعود إلى ربشة علي بن سهيل بن روس العامري يقدم شعاره مع ربشة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة والقادمة أبوي اليازي حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي يقدم لنا شعاره والقادمة والحاضرة عجايب خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان الفلوسي الفوز لمن الناموس لمن ولكن ربشة ما زالت مع الصدارة ما زالت مع المركز الأول علي بن سهيل بن روس
الحراس العامري يقدم شعاره، ولكن القادمة اليازية حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي، ما بين الشامسي ما بين العامري، ولكن بالروس وشعاره ينطلق مع ربشة علي بن سهيل بالروس، ولكن القادمة اليازية حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي. اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، ولكن راحت اليازية حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي، ولكن لحظات أخيرة لمن الفوز والناموس لمن الانتصار. الفوتو فينش متابعينا الكرام، ولكن المركز الأول كان متابعينا الكرام ما بين ربشة وما بين بالإعادة إفادة. متابعينا الكرام نعود لنتعرف على صاحبة المركز الأول في هذه اللحظات، لحظات الفوتو فينش. نعود إلى صاحبة المركز الأول لنعلن هذا الفوز والانتصار الكبير. متابعينا الكرام، الحاصلة على المركز الأول عجايب خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان الفلاسي، تهانينا والناموس. بينما اللي احتلت المركز الثاني كانت اليازي حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي. توقيت المركز الأول ولحظات وصول 4:29 خمسة أجزاء من الثانية. بينما اللي احتلت المركز الثاني اليازي حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي، توقيت والزمن 4:29 أو 4:29 29 ثانية، سبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب ربشة علي بن سهيل بالروس العامري، توقيت الزمن 4:30 بالوفاء والتمام. والمركز الرابع، متابعنا الكرام كانت سحابة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، توقيت الزمن 4:31 جزئين من الثواني. تانينا والناموس. والمركز الخامس، كانت سيوف مبارك بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي، 4:31 تسعة أجزاء من الثواني. إذا تهانينا والناموس للجميع.